فنقول الحد الأول هذه، والحد الثاني وينه؟ قباله، اللي هو ايش قد؟ 3. تمام. الحد الثالث هذه اللي هو 1/9. الحد الرابع وينه؟ اللي هو 5. الحد الخامس وينه؟ اللي هو 1/25. والحد السادس وينه؟ اللي هو 7. بهالشكل هذا تكتبون المتتابعة الحسابية. هذا هو الحل الصحيح. يعني انا ذيك القبلة، السؤال القبلة خطأت هنا، جمعت هيج قبل، حطيت قبل بلا ترتيب، انه لازم ترتبها. هذا حد اول، حد ثاني نزله، حد ثالث نزله، حد الرابع تنزله، حد الخامس تنزله، الحد السادس، ايش لازم ترتب. طبعا هذا سؤال ما له اي داعي، بس اهم نكتبه، خاف يجي. نعطينا هاي الدالة ان تربيع زائد 2n، وهاي دالة. تمام. فهاي الدالة نعوضها هنا ونطلع ناتج. شلون؟ انا فهمك شلون. بالبداية تجي هاي الدالة ترتبها، قول يو للان زائد 1 ناقصا يو للان اكبر من 0. اجيت صفرتها، نقلت هذا هنا، منها نقلة غير اشارته. تمام. هسه راح اجي اعوض بمكان كل يو ان، اعوض هذه بمكان كل يو ان، اعوض هذه. يلا تعال عوض وياي. راح نقول او هذا تعوضه، عفوا هذه اللي تعوضه هنا، وهذا تعوضه هنا.